استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفيده الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصافرية عددا من أفراد عائلة فخرو، يتقدمهم سعادة الدكتور علي محمد فخرو، حيث تشرفوا بتقديم كتاب إلى جلالته بعنوان عائلة فخرو في البحرين تجار ومصلحون، والذي صدر حديثا وهو من تأليف رجل الأعمال عادل عبد الله فخرو. وخلال اللقاء أشاد جلالته أيده الله بدور عائلة فخرو في خدمة الوطن وإسهاماتها الطيبة في الأنشطة والمشاريع التجارية والاستثمارية والاقتصادية وفي مختلف القطاعات، ومبادراتها لخدمة المجتمع البحريني، وبمواقفها الوطنية المشرفة وترسيخ قيم التواصل والتكافل التي تجسد القيم البحرينية الأصيلة التي توارثها الآباء أبناء عن الآباء والأجداد. ونوه جلالته حفظه الله أن بلدنا البحرين كبيرة بأهلها وطموحهم، وهم محل تقديرنا واعتزازنا، والمواطنين الكرام يحرصون دائما على خدمة وطننا وحماسهم لرفعته، وأن أهلها بمختلف دياناتهم ومذاهبهم موضع الاحترام والإعجاب من العالم لما تنعم به من تكاتف ومحبة عبر تاريخها. وأضاف جلالته إننا نحرص على تقديم الأفضل لأهلها في كافة المجالات التي تعلي مكانة وطننا ورقيه. وأثنى جلالة الملك المعظم بالجهد الطيب الذي بذل في إعداد هذا الكتاب الذي يوثق مسيرة عائلة فخرو في تاريخ البحرين الحديث ودورها في الحياة التجارية في البلاد، معربا عن شكره على هذا الإهداء القيم. هذا وقد أعرب أفراد عائلة فخرو عن جزيل الشكر والتقدير وبالغ الامتنان والعرفان إلى المقام السامي لصاحب الجلالة على ما حظيت به عائلتهم من إشادة وتقدير وثناء من لدن جلالته، داعين المولى تعالى أن يحفظ جلالته ويمتعه بدوام الصحة والسعادة وموفور العافية لمواصلة قيادة مسيرة الوطن المباركة نحو المزيد من التطور والرقي والازدهار.